ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرات ودون علمه وتنفق على أولادها وتخلف له بأنها لم تأخذ منه شيء؟ ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على العباد أن يأخذ بعضهم من مال بعض، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع حيث قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ولكن إذا كان زوجها بخيلا ولا يعطيها ما يكفيها ولدها بالمعروف من النفقة، فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها، ولا تأخذ أكثر من هذا، ولا تأخذ شيئا تنفق منه أكثر مما يجب لها هي وأولادها. لحديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت زوجها وقالت: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، أو قال: ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، سواء علم بذلك أم لم يعلم. وفي سؤال هذه المرأة تقول إنها تحلف لزوجها أنها لم تأخذ شيئا، وحلفها هذا محرم إلا أن تتأول، لأن تنوي بقولها: والله ما أخذت شيئا، يعني والله ما أخذت شيئا يحرم علي أخذ، أو والله ما أخذت شيئا زائدا على النفقة الواجبة عليك، أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقا لما تستحقه شرعا، لأن التأويل سائغ فيما إذا كان الإنسان مظلوما، أما إذا كان الإنسان ظالما أو لا ظالما ولا مظلوما فإنه لا يسوغ. والمرأة التي يبخل عليها زوجها بما يجب لها ولأولادها هي مظلومة، فيجوز لها أن تتأول. نعم. تقول في هذا السؤال: أنا سائق أعاني من مشاكل اجتماعية كثيرة بسبب عناد زوجي وإنكار حقي وسبب أهله، حيث إن زوجي يجبرني على الإقامة معهم وله ميل كبير إلى أهله، فكل شيء لأهله ولا يحق لي المناقشة في أي أمر من الأمور، وسبب هذا الميل بسبب والده ووالدته، حيث أن والدته امرأة متسلطة، والسؤال: ماذا يجب علي في هذه المشكلة؟ الواجب عليك أن تصبري وتحتسب الأجر من الله عز وجل، فإن الله تعالى مع الصابرين، وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فإذا كنت متقية لله قائمة بحق الله وحق الزوج على الوجه المطلوب، وصبرت على جفاء الزوج وجفاء أهله، فاعلمي أن العاقبة لك، فاصبري واحتسب. وفي ظني أنك إذا صبرت واحتسبت، إن لم أقل في يقيني، فسوف يعطف الله قلوب زوجك وأهله على النظر إليك نظر رحمة. لكن إذا أبيت إلا أن يكون حقك وافي، وكنت دائما تلقين باللوم على الزوج، فستبقى الأمور كما هي أو تزيد. فنصيحتي لك أن تصبري وتحتسب الأجر على الله عز وجل، وأن تؤمني بأن العاقبة الأمر. جزاكم الله خيرا. قل: زوجي أجد دائما أنه لا رغبة له بزيارتي لبيت والدي ووالدتي بسبب لا أعلمه، مع أن بيتهم من البيوت المحافظة جدا والمتمسكة بتعاليم الدين الحنيف والحمد لله، ولكن يسمح لي إذا أصررت على ذلك مجاملة لي بدون رضاه الحقيقي، فهل يكون علي إثم وذنب في ذلك في تلك الزيارة، وأدخل في حكم من خرجت بدون إذن زوجها؟ وهل تكفي زيارتهم مرة واحدة في الأسبوع؟ لمعرفتكم ما للوالدين من حقوق بصلة الرحم والطاعة والرضاء في دون، جزاكم الله عني خير. نقول: لا شك أن بر الوالدين واجب، وأن طاعة الزوج واجبة أيضا. نعم. ولكن طاعة الزوج مقدمة على ما يقتضيه البر، إلا أنه لا ينبغي للمرء الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها، لأن هذا خلاف قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فليس من المعروف أن يمنعها من زيارة بيت أمها وأبيها إلا إذا كان يرى في ذلك مفسدة، بحيث يرى أن زيارتها لبيت أبويها تفسدها عليه، فإن بعض النساء يكون لها من الأقارب من يفسدونها على زوجها، فحينئذ له الحق في منعه إياها من زيارة بيت أبويها، وإلا فلا ينبغي له أن يمنعها لما أشرنا إليه من أنه مخالف للأمر بالمعاشرة بالمعروف. نعم. وأما كونها تلح عليه حتى يأذن وهو ليس راضيا تمام الرضا، فإن هذا لا بأس به، لكن في حدود ما يجب من البر لوالديه، لا أن تأذن دائما وأبدا، لأن ذلك خارج عن واجب البر، إنما
تقتصر على واجب البر فقط وتطلب منه ولو كان في باطن نفسه لا يحب أن تذهب ما دام أذن في ظاهر حاله فإنما يقضى بنحو الميسر. أيضا ربما أم خالد تكثر الإلحاح لأنها ما دامت تزورهم كل أسبوع ومثلا ستطلب منه 3 أيام مثلا طلب يبقى الأسبوع جميعه طلب وعودة من أبيها وأمها تقول أزورهم في الأسبوع مرة واحدة. على كل حال الزيارة لا يلزم منها أن تكون يوما كامل تكون ساعة أرتين ثم إن حال أبوين قد تطلب كثرة زيارة لمرضهما وكبره أو ما أشبه ذلك أمور تطلب متابعة فنحن نقيدها بقيد يكون عاما شاملا إذا كان ذلك مقتضى واجب البر فلتطلب منه وحتى لو أذن في هذه الحال وإن كان على إغماض فله الحق في أنه لأنه لو شاء لمنع وأما ما زاد على واجب البر فلا ينبغي أن تلجئ زوجها للإذن به على إغماض. هل صحيح أن المرأة إذا باتت وزوجها غاضب عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح؟ نعم صحيح هذا صحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تبيت وزوجها صاخب عليها فإن فعلت تحققت هذا الوعيد ولكن بشرط أن يكون غضبه عليها لترك واجب عليها فإن الحديث الذي أشار إليه السائل فيه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن لعنت الملائكة حتى تصبح. أما إذا غضب عليها بدون سبب ولكنه رجل غضوب يغضب على امرأته إذا لم تأتي على هواه وإن كانت لم تفرط في حق. هل صحيح أن المرأة إذا باتت وزوجها هذه السائلة فضيلة الشيخ تذكر بأن زوجها يسبها تقول ولم أرد عليه طول حياتي يقول يا ساحرة ويتلفظ بألفاظ قبيحة جدا ولا أستطيع أن أذكرها لبشاعتها وفظاعتها فهل يجوز لي الجلوس معه؟ أرجو الإثم. الجلوس مع هذا الزوج والصبر على أذاه خير وفيه أجر وإذا كان الله تعالى قد قال للرجال فإن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فكذلك نقول للنساء عاشرن أزواجكن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أن تصبر وتحتسب الأجر على الله عز وجل ومن صبر ظفر ومن احتسب الأجر أجر ولعل الله تعالى أن يجعل حال زوجها بحال أحسن منها. أما بالنسبة لزوجها فإنني أقول له اتق الله يا أخي اتق الله في نفسك أدي الحقوق إلى أهلها عاشر زوجتك بالمعروف قدر أن أحدا تزوج ابنتك وعاملها بهذه المعاملة هل ترضى؟ وإذا كنت لا ترضى فكيف ترضى من نفسك أن تفعل هذا ببنت الناس؟ على المرء أن يحب لإخوانه ما يحب النفس على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به حتى يتحقق له الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. فقط الثاني يقول أسأل عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج. قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وأعلن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته عام حجة الوداع أن على الزوج لزوجته رزقها وكفتها بالمعروف. فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بالحق الذي لصاحبه عليه على وجه رضي لا تكره فيه ولا تململ ولا مماطلة حتى تتم العشرة بينهما على الوجه المطلوب وتحصل السعادة الزوجية. ومن المعلوم أن الزوجين إذا رزق أولادا فإن أخلاقهما تنعكس على أولادهما إذا كانت أخلاقا فاضلة طيبة اكتسب الأولاد منها أخلاقا فاضلة طيبة وإذا كان الأمر بالعكس كان الأمر بالعكس. فمن حقوق الوالدين على أولادهما بذل المعروف كالإنفاق والخدمة والجاه وغير ذلك مما ينتفع به الوالدان. حق الزوجة الكسوة والنفقة بالمعروف بدون شح ولا مماطلة. حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما أمرها به ما لم يكن ذلك في معصية الله عز وجل. وكذلك حق الوالد على الولد أن يطيعه في غير معصية الله عز وجل وفي غير ما يضر الولد. ولهذا لو أمر الوالد ابنه أن يطلق امرأته فإنه يعزم الابن طاعته إلا إذا كان أمره بذلك لسبب شرعي فعليه أن يطلق كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره. فقط ثانيه يقول أسأل عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج. تقول بأني أريد أقوم بزيارة لوالدي وإخواني وأخواتي كل عام في اليمن برضا من زوجي إذا وجد المحرم وتسهلت الظروف فهل أعتبر
مبذرة لأموال زوجي بسبب هذه الزيارات كل عام، علما بأنني لا أكلفه إلا في حدود طاقته، وأنا لا أستطيع أن أقطع الصلة عن والدتي وأهلي أكثر من عام، فهل علي حرج في هذا السفر؟ ليس عليك حرج في هذا السفر، لأن هذا السفر سفر طاعة يقصد به بر الوالدين، وزوجك جزاه الله خيرا على مساعدته إياك، وهو مثاب ومأجور، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه ما أنفقه على هذا السفر، ولا شك أن من أعان على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. ما حكم المرأة التي تخرج دون إذن من زوجها؟ أرشدونا والله يوفقكم. إذا كان زوجها حاضرا فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. نعم. وإذا كان غائبا فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي، فإذا منعها فله الحق، فصارت المسألة إذا كان حاضرا لا تخرج إلا بإذنه. نعم. وإذا كان غائبا تخرج إلا أن يمنع. نعم. طيب هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائبا؟ قلنا أن الأصل أنها تخرج ما لم يمنعها. نعم. إن كان قد منعها قبل أن يسافر، قال لا تخرجي من البيت، أو قال لا تخرجي بكذا وكذا وعين، فإنها لا تخرج ولو أذن لها أبوه وأمه، لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأمه. مثلا يقول لا تخرجي إلا بمشورتي، فهل يحل الوالد أو الوالدة إذا غاب محله أم لا؟ لا يحلون محله إلا إذا قال ذلك. نعم. يعني إذا فوض أمر إليهما. نعم. حسنتم. تقول فيها: أنا امرأة متزوجة وعندي 5 أطفال، ومنذ مدة طويلة جدا وأنا في مشاكل مع زوجي، من ناحية أنه يكذب علي كثيرا في أغلب الأشياء، وأزعل عليه وأطلب منه عدم الكذب علي فيحلف على المصحف بعدم الكذب علي مرة أخرى، ولكنه لم يستطع الصبر عن الكذب أبدا، وأنا لا أستطيع الصبر على الكذب. والمشكلة الثانية أنه كثير الشك، لدرجة أنه يشك مني في أقرب الناس إلي مثل ابنه الذي من مرة أخرى، أرجو حل هاتين المشكلتين. حل هاتين المشكلتين ليست عندنا في الحقيقة، ليست تلك مشكلة شرعية حتى يمكننا الإجابة عليها، ولكننا نرشد الأخت السائلة إلى طريق الحل لهاتين المشكلتين، وذلك بأن تنظر هي وزوجها في جماعة أهل علم ودين ونظر حتى يجمعوهما على ما ينبغي أن يكون عليه من العشرة الحميدة والسيرة الطيبة. السائلة تقول في هذا السؤال: أمي تعتبرني مقصرة في عدم حفظي للقرآن الكريم، ولكنني دائما أقرأ والحمد لله، ولكن لا يوجد من يقوم بتشجيعي على الحفظ، فهل علي إثم في ذلك مع أنني والحمد لله ملتزمة بالحديث الذي ما معناه: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت؟ السؤال يعني أن أمها تلومها تقول ليش ما تحفظ القرآن؟ نعم. أقول إذا كانت المرأة لم تقصر في تعاهد القرآن حفظا عن ظهر قلب أو قراءة بالنظر فلا إثم عليها، ويقال للأم ما دامت الزوجة مطيعة لله عز وجل ورسوله، قائمة بما يجب عليها من حقوق الأقربين وحقوق الزوج، فلا لوم عليها، ولا ينبغي أن تلومها في عدم حفظها للقرآن. وحفظ القرآن قد يكون صعبا على بعض الناس، لا سيما المرأة المتزوجة التي تكون مشغولة بزوجها وشؤون بيته. نعم. أبعث لكم بسؤال هذا، وهو أنني متزوج من زوجتي، واحدة تطيعني وتقوم بواجبي وتحب والدي وأقاربي وأولادي الذي ليس منها، أما الأخرى فهي لا تطيعني ولا تسمع كلامي ولا تحب أولادي الذي من غيرها ولا تحب أيضا أقاربي، هل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أهجرها وأتجنبها علما أن لي منها أولاد أفيدون مأجوري؟ هذه الزوجة التي تطيعك وتكرم أقاربك وأولادك من غيرها هي مأجورة ومشكورة على هذا العمل الجليل، وأما زوجة أخرى التي بخلاف ذلك لا تطيعك ولا تحب أولادك من غيرها ولا تحب أقاربك، هذه آثمة إذا لم يكن من شوزها سبب، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعاشر زوجها بالمعروف، فإن لم تفعل فهي ناشز. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلك في هذه الحال، أي في حال نشوزها بلا سبب، لك أن
تهجرها في المرجع حتى تستقيم وتقوم بواجبها الذي أوجب الله عليها، لكن في الكلام لا تهجرها، لأنه لا يحل لأحد من المؤمنين أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تهجرها في الكلام في حدود ثلاثة أيام فقط، وأما في المرجع فلك أن تهجرها ما شئت حتى تقوم بما يجب لها بما يجب عليها لك. تذكر بأنها امرأة في الثلاثين من عمرها ومتزوجة من رجل في الثمانين، وقد مرض هذا الرجل وأدخل المستشفى وخرج منه وقد أصيب بمرض في الذاكرة وأصبح كثير النسيان، وحتى الصلاة لم يعد يتذكرها، ويكثر تقول يكثر علينا من الأسئلة ويقوم بترديدها أيضا كثيرا، وأحيانا قد أغضب فلا أرد عليه أو أرد بغضب وصوتي قوي، وأنا أخاف جدا أن يكون علي إثم في ذلك مع أنني أعامله جيدا وأرعاه وأرد على الأسئلة الكثيرة المملة، فما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ، وما هي نصيحتكم لمأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ورحمة الله تعالى قريب من المحسنين. وزوجك الآن قد بلغ حالا يحتاج معها إلى الرحمة والرأفة، فإذا قمت برحمته والرأفة به فإنك تستحقين بذلك رحمة الله عز وجل ورأفته. وإذا صبرت على ما يحصل منه من أذى قولي أو فعلي ارتقيت إلى منزلة الصابرين الذين قال الله فيهم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير. فنصيحتي لك أن تتممي إحسانك ومعروفك بتحمل الصبر منه، ومتى ذاق الإنسان حلاوة الصبر مع كونه مرا استساغه دائما. وقد قيل في الصبر: الصبر مثل اسمه مر ملاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فاصبري واحتسبي الأجر من الله عز وجل، ودوام الحال من المحال. وأسأل الله تعالى أن نمد في عمر زوجك وفي عمرك على طاعة الله، وأن يرزقنا جميعا الصبر والاحتساب والرحمة بمن يستحقون الرحمة، إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين. وأنا أشكرك على ما تقومين به حسب قولك من الرافة به والإحسان إليه وقيام بحقه، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام ذلك بالصبر على ما يحصل منه، والله المستعان. بارك الله فيكم.